الحمد لله، الحمد لله على نعمه، ونستعينه على طاعته، ونستنصره على أعدائه، ونؤمن به حقا، ونتوكل عليه صدقا، مفوضين إليه أمورنا، وملجئين إليه ظهورنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه على فترة من الرسل، ودروس من العلم، وإدبار من الدنيا، وإقبال من الآخرة، بشيرًا بالنعيم المقيم، ونذيرًا بين يدي عذاب أليم، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله، فأدى عن الله وعده ووعيده، حتى أتاه اليقين، فعليه من الله الصلاة والسلام إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، من أفضل العبادات وأجل الطاعات طلب العلم وتعليمه. قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وقل رب زدني علما. قال العلماء: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. أيها الإخوة، ومن أسباب الأمن في الأوطان نشر العلم النافع، فالعلم حجاب الفتنة، فالعلم حجاب الفتنة وأساس الحكمة. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. أيها الإخوة، ومع بداية العام الدراسي الجديد يستعد المعلمون للتعليم والتدريس، ويتهيأ الطلاب للعلم والتأسيس. والتعليم والتدريس مهنة شريفة وأمانة عظيمة، تقتضي أن يكون المعلم قدوة حسنة بقوله وفعله، متقناً في علمه وعمله، معتزاً بدينه ووطنه، وسطياً في منهجه، معتدلاً في مسلكه، رفيقاً بطلابه ورعيته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. أيها المسلمون، والتعليم مسؤولية مشتركة بين المعلم والأسرة والمجتمع، فكل من له رعية فعليه مسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أيها المسلمون، ومن أهمل تعليم رعيته ما ينفعهم فقد أساء إليهم غاية الإساءة، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا غيرهم.
وقوة الوطن ليست بالقوة البدنية والعددية فقط، بل بالقوة العلمية والعقلية أيضًا، التي تؤهله أن يكون في مصاف الدول المتقدمة يقتدي به العظماء ويرهبه الأعداء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عباد الله، أيها المسلمون، يبدأ العام الدراسي الجديد في ظروف استثنائية تقتضي التعليم عن بعد، فينبغي الحرص والمتابعة والتعاون والمواصلة، والعلم النافع ثمرة التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ومن تعظيم العلم تعظيم أهله وحملته والباذلين من أجله، فالشكر والتقدير لكل من ساهم في التعليم النافع ودعمه بسخاء من ولاة الأمور والمعلمين والمشرفين والمحسنين. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.